ينضم إلينا مباشرة من بغداد الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي. سيد باسل، أهلا بك، شكرا لقبول الدعوة. أولا، ماذا يعني عودة موجة التفجيرات في العراق الآن، ولماذا في ساحة الطيران؟ هل هنالك رسائل سياسية؟ تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين. سيد العزيز، نعم، إن هنالك رسالة واضحة وبالصميم بأن الأطراف الذي بأنه قامت بهذه الهجمات الإرهابية هي تريد أن تنقل رسالة بأن هنالك ضعف بالجهد الاستخباراتي والمؤسسة الأمنية، ونحن بإمكاننا أن نصل إلى أي مكان نرغب بأن يكون هنالك انفجارات. فما حدث اليوم في ساحة الطيران، وهي تعتبر منطقة محصنة من القوات الأمنية ومن الجهد الاستخباراتي، لكون هنالك مؤسسات وهنالك وزارات وإلى آخره. فسيد العزيز، بتحصيل حاصل بأن هذا يعطي مؤشر واضح أن هنالك ضعف بالجهد الاستخباراتي، ضعف بمكافحة الإرهاب، ضعف بأنه بالأمن الوطني، ضعف بالمخابرات، ضعف بهذه المؤسسات كلها. طيب، الذي لم تستطع بأن تكشف كيف وصل الإرهاب إلى هذا المكان. لكن سيد باسل، بحسب الاجتماع الذي حصل، الاجتماع الأمني، القيادات الأمنية الذي حصل قبل قليل مع سيد مصطفى الكاظمي، هو يقول أنه أعطى فرصة أخيرة للقيادات الأمنية وإلا سيقوم بإقالتهم لو تكررت هذه الحالة. يعني دعنا نقارن بالأشهر الماضية، الخروقات مستمرة، لماذا أعطى فرصة أخيرة الآن؟ سيد العزيز، هذه مسألة هي مجرد أنا من رأيي الشخصي، هذه الضحك على الدقون بأن هذا الغليان الذي في الشارع العراقي ماذا سوف يخدمه هذه الفرصة. الآن المسؤول الأول على هذه الخروقات هو القائد العام للقوات المسلحة، ثم بعدها وزير الداخلية اللي هو مسؤول على الأمن والقوة الأمن الداخلي وقائد عمليات بغداد. أما ما يعطي فرصة وكل هذه الخروقات التي نراها يوميا وما وصلت به إلى العاصمة بغداد، فلا يحتاج إلى فرصة. فالآن نلاحظ المواطن العراقي هنالك غليان في الشارع العراقي، هل نعطي فرصة أم بأن هنالك نقول بأنه على القوى السياسية بأن يكفي، لكون هنالك نوعان من داعش، داعش يمتلك السلاح وداعش يمتلك الحصانة. طيب، فسيد العزيز، مسألة إعطاء الفرصة هذا يعطي مؤشر آخر بأن هنالك ضعف في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي ليس بإمكانه أن يقيل أي شخصية أو يحاسب أي شخصية من هذه الشخصيات. على الجانب الآخر، يعني من حس المسؤولية، يعني في عهد حكومة الكاظمي عفوا، حصلت خروقات أمنية، منها اغتيالات، اختطاف، وآخرها كان تفجير اليوم. وزير الداخلية، ألا تعتقد أنه يتحمل مسؤولية الملف الأمني، باعتبار أنه يعني مسؤول في بغداد وباقي المحافظات، هو على رأس الملف الأمني عثمان الغانمي، هل تعتقد أن الكاظمي سيشرع بإقالته، أو من حس المسؤولية سيستقيل من منصبه؟ لا سيد العزيز، أنا لا أتوقع بأن يكون هنالك استقالة. لو كان ما حدث أو هذه الخروقات في دولة أخرى لكان بنفس اليوم يحدث هنالك استقالة ويحال إلى المحاكم. أما في العراق لا، لكون هنالك أحزاب مهيمنة، هنالك قوة سياسية تهيمن، فأرواح المواطنين ودماء المواطن العراقي هي أرخص شيء عند هذه القوة السياسية. فلا يهمها بأنه إذا رحل شهداء أم لم يرحل، يهمها بأن يبقى وزير الداخلية بهذا المنصب. أنا نعدنا إلى بأن من يتحمل المسؤولية؟ نعم، جملة وتفصيلا الاغتيالات والخطف والقتل والميليشيات التي تصول وتجول والعصابات الإرهابية التي يوميا والسلاح المنفرط يتحملها وزير الداخلية، لأنه بين هلالين هي تسمى بالقوة الأمن الداخلي. إذا لم يستطع بأن يوفر الأمن إلى المواطن العراقي من القوة الأمن الداخلي، فما وجود وزير الداخلية؟ طيب، هل مجرد هو يحمل حقيبة وزارة الداخلية ولم يحقق أي إنجاز وتترجم على أرض الواقع؟ والسؤال الأبرز، هشام الهاشمي وغيرهم قتل. والسؤال الأبرز، نعم، أستاذ باسل، البعض يتساءل، يعني داعش ضئيل العدة والعدد مثل ما تعلم، ما الذي يريد داعش من سوق ملابس للباعة المتجولين، السوق البالات؟ يعني عادة داعش يستهدف مراكز حساسة أو أمنية، لماذا الآن؟
لا سيد العزيز، داعش بأنه هو ليس بأنه يحاول بأنه استهداف هذا الجانب وذلك الجانب، ولكن لو عدنا ساحة الطيران هي تعتبر مركز بغداد وعنصر الأساسي والسيستم الأساسي أو نقطة بغداد الرئيسية. فداعش أراد أن ينقل رسالة بأن نحن وصلنا إلى هذه المرحلة. لكن سيد العزيز الآن على لسان حال المواطن العراقي يسأل من الذي سهل ودعم وجعل الأرضية مهيئة بأن يصل الانتحار إلى هذا المكان؟ من هم الأدرع؟ أين كان الجهد الاستخباراتي عندما وصلوا هذه الأطراف إلى هذا المكان وقاموا بالتفجير؟ هل كانوا نائمين؟ هل هنالك بأنه استخفاف وإلى آخره؟ فسيد العزيز إن عدنا إلى الحقيقة والواقع لا يمكن أن يصلوا هذه العناصر إلى هذه المنطقة إذا لا يوجد هنالك أدرع من تقدم لهم المساعدات. شكراً فمسألة جزيلاً. داعش هو إذا فجر بهذا المكان أو مكان آخر في بغداد فهي رسالته واضحة. شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي، كنت معنا مباشرة من بغداد.